نقول مبروك لزملاء اللاعبين وللجمهور. الحمد لله يا رب، يعني زي ما شفت اليوم، يعني من اول دقيقه كان في تركيز، كان في روح، كان فيه برس عالي، والحمد لله يا رب زي ما شفت انت، يعني اليوم كان فيه مستوى ونتيجه الحمد لله. كابتن، خلال فترة تغيير المدربين سواء كانافارو بيسحب جمعانه وحتى عادل عبد الرحمن بيسحب مونتاري، واضح انه انفتح اللعب اكثر بعد خلينا نقول تفريغ منطقه المناوره الى حد كبير. والله شوف، يعني جمعان والبديل كلهم يعني ما شاء الله، يعني اليوم كان فيه زي ما تقول انضباط تكتيكي، كان فيه تركيز عالي، والحمد لله زي ما شفت يعني كل واحد ادى دوره على اكمل وجه، والحمد لله يا رب، وان شاء الله انها بدايه خير ان شاء الله. استعرض وياك كابتن الهدف على الشاشه من خلال خيار انه في اكثر من فرصتين هدف محقق ثم الكره تذهب الى الجبرين، خيار التسديد كابتن كان ما في خيار اخر غيره. والله خلاص زي ما شفت انت، يعني راكبه على رجلي وسددت الحمد لله يا رب، وان شاء الله انها بدايه خير يا رب. كابتن، نقدر نقول الان انطلاقه النصر؟ باذن الله، ان شاء الله باذن الله.